بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس كيمياء اثنين معكم معلمتكم العنود العتيب بنرحب باستاذ لغة الإشارة صالح العجان اليوم بإذن الله الدرس الثاني تصنيف العناصر ترتيب العناصر في وفق التوزيع الإلكتروني طبعا هذا هو الباب هنا وصلنا إلى الدرس الثاني، الباب بعنوان الجدول الدوري والتدرج في في خواص العناصر. الدرس الثاني وصلناه اليوم بإذن الله تصنيف العناصر، الفكرة الرئيسية فيه رتبت العناصر في الجدول الدوري ضمن مجموعات ودورات حسب أعدادها الذرية. تعلمنا في الدرس الماضي تطور الجدول الدوري، تحدثنا عن مجموعة من العلماء، ثم الجدول الدوري الحديث وأقسام الجدول الدوري الحديث. اليوم بإذن الله ترتيب العناصر وفق التوزيع الإلكتروني. الكترونات التكافؤ الكترونات التكافؤ والدورات عناصر الفئات والخلاصه والتقويم الفكره الرئيسه فيه رتبه العناصر في الجدول الدوري ضمن مجموعات ودورات حسب اعدادها الذري اهدافنا لهذا الدرس نفسر سبب تشابه عناصر المجموعه الواحده نحدد فئات الجدول الدوري الاربعه استنادا الى التوزيع الالكتروني إلكترونات التكافؤ وتكلمنا عنها سابقاً ما هي إلكترونات التكافؤ؟ ماذا يوجد في المدار الأخير هنا؟ هنا يوجد إلكترون تكافؤ وهو الموجود أو الإلكترونات الموجودة في المستوى الطاقة الأخير، هي التي طبعاً تحدد الخواص الكيميائية للعناصر، نلاحظ هنا مجموعة من العناصر وتمثيل لوس لها ايضا ستقرأ هنا في هذا الدرس ورقة العمل، ثم بعد نهاية الدرس ستقوم بحل ورقة العمل. تمهيد قامت دولتنا الرشيدة حفظها الله بعمل نظام العنوان الوطني وذلك بتدوين اسم المدينة والحي والشارع ورقم المنزل والرمز البريدي لكل مواطن حتى يسهل مثلا تريد تحديد مكان معين تستطيع الوصول اليه. بسهولة بالطريقة نفسها يتم التعرف على العناصر من خلال توزيعها الإلكتروني مثلا لدينا العنصر المنغنيز يقع في الدورة الرابعة المجموعة السابعة فلنفرض أن هذا هو رقم الشارع وهنا رقم المبنى إذا يقع في الشارع الرابع والمبنى رقم سبعة إذا هنا لدينا كأنه عنوان وطني للعناصر وطبعا جميع العناصر تكون بنفس الطريقة ترتيب العناصر وفق التوزيع الإلكتروني لاحظ معي الجدول ثلاثة ثلاثة في الكتاب في هنا لدينا الهيدروجين لاحظ توزيع الإلكتروني 1s1 لاحظ الليثيوم 1s2 2s1 الصوديوم 1s2 2s2 2b6 3s1 والبوتاسيوم 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s1 انتهت بـs1، 1s1، 2s1، 3s1، 4s1، إذا فقط الذي تغير رقم الدورة. 1، 2، 3، 4. طبعا موجودين في مجموعة واحدة ولكن في دورات مختلفة. لاحظ أنها انتهت s 1 اس1، 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 إذا جميعها تقع في المجموعة الأولى ولكن يختلفون في رقم الدورات. إذا يحدد التوزيع الإلكتروني الخواص الكيميائية للعنصر ومن خلال التوزيع الإلكتروني وعدد الإلكترونات التكافؤ يمكن معرفة موقع العنصر في الجدول الدوري الحديث مثل ما هناك عنوان وطني للمواطنين هنا أيضا عنوان للعناصر لاحظ الصوديوم الصوديوم عدده الذري 11 لاحظ 1s2 2s2 2b6 3s1 طبعا باستخدام الغاز النبيل نيون بعدين 3S1 إذا أين يقع 3S1 إذا في الدورة الثالثة واحد اثنان ثلاثة والمجموعة الأولى S1 المجموعة الأولى إذا S3 يقصد فيها عدد الدورة ال1 يقصد فيها المجموعة يوجد إلكترون واحد في مستوى الطاقة الأخير لعناصر المجموعة الأولى ومن هنا نستطيع معرفة موقع العنصر في الجدول الدوري إلكترونات التكافؤ ما هي إلكترونات التكافؤ؟ هي في تقع في المستوى الأخير في الجدول الدوري إذا المجموعة الواحدة في الجدول الدوري لها نفس الخواص، نفس عدد الإلكترونات التكافؤ في المدار الأخير، بما أنهم هنا في المجموعة في مجموعة واحدة وهي المجموعة الأولى، إذا ستنتهي بـ S1، S1، S1 و S1، طبعاً ستختلف فقط في عدد أو رقم الدور. تتشابه عناصر المجموعة الأولى في خواصها الكيميائية لأنها تقع في مجموعة واحدة إذا ستتشابه عناصرها في الخواص لأنها تحتوي على العدد نفسه من الإلكترونات التكافؤ وتوزيعها الإلكتروني سيكون S1 والاختلاف فقط في رقم الدورة لكل عنصر في المجموعة الثانية اثنان من الإلكترونات التكافؤ اثنان من الإلكترونات التكافؤ يعني توزيعها الإلكتروني S2 مثال على ذلك البريليوم رقم 4 1 s 1s2 2s2 المغنيسيوم رقم 12 عدده الذري 1s2 2s2 2b6 3s2 والكالسيوم عدده الذري 20 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 إذا لاحظ رقم الدورة كل مرة يزيد ولكن الفئة والمجموعة واحدة جميعهم يقعون في المجموعة الثاني هو في الفئة S إذا ما هي إلكترونات التكافؤ؟ عرفناها سابقا وسنعيد الآن إلكترونات التكافؤ موجودة في المدار الخارجي للذرة، هنا لدينا اثنان اثنان اثنان، طبعا اثنان يحددها المدار الأخير وهو اثنين أو ثلاثة أو أربعة حسب موقع العنصر في الجدول. مثال طبق على باقي المجموعات، للمجموعات من الثالثة عشر حتى الثامنة عشر في الجدول الدوري توزيعها الخاص من إلكترونات التكافؤ مثال على ذلك المجموعة رقم سبعة عشر الفلور، الكلور، البروم، اليود والأسيتاتين عددها الذري ورمزها F9 CL17 بروم 35 واليود 53 والأسيتاتين 85 لاحظ توزيعها الإلكتروني والمدار الأخير لها بالنسبة للفلور والكلور 2S2 2B5 3s2 3b5 لان الفلور يقع في الدوره الثانيه والكلور يقع في الدوره الثالثه فهنا سنقول 2 و3 ولكن المدار الاخير s2 b5 s2 b5 بالنسبه للبروم لاحظ البروم واليود 4s2 4b5 سنقوم كاننا سنطمس لاحظ 3d10 وال4d10 سنقوم بطمسها لماذا نطمسها؟ لأن المدار الأخير 4S2 4B5 ولكن 3D تقع في المدار الذي قبله لذلك سنقوم كأننا نلغيها مؤقتا حتى نستخرج المدار الأخير وهو بالنسبة للبروم يقع في الدورة الرابعة إذا 4S 4B الاس فيها الكترونين والبي فيها خمسه. بالنسبه لليود 5s2 5b5 لانه يقع في الدوره الخامسة. كذلك الاستاتين لاحظ هذا هو اس 6 اس 2 4 بي 14 و 5 دي 10 و 6 b 5، كاننا سنلغي ونقوم بطمس المدارين الاف والدي ولكن نترك الاس والبي لانها تقع في المدار نفسه هو المدار الاخير والاستاتين فعلا تقع في الدورة السادسة، اذا المدار الاخير للاستاتين للأستاتين 6 2 سي 5. اذا لاحظ جميعها تنتهي ب S2 B5 S2 B5 S2 B5 S2 B5 و S2 B5 إذا هي هذا مثال تطبيق عليها ستحاول أنت في المنزل أن تطبق على المجموعات الأخرى وتستخرج آه اللي هو الإلكترونات التكافؤ أيضا انظر معي إلكترونات التكافؤ والدورة 1s1 هذا بالنسبة للهيدروجين الليثيوم 1s2 2s1 الصوديوم 3s1 والبوتاسيوم 4s1 اذا يحدد رقم مستوى الطاقه الاخير الذي يحتوي الكترونات التكافؤ رقم الدوره التي يوجد فيها العنصر في الجدول الدوري الهيدروجين يقع في الدوره الاولى الليثيوم يقع في الدوره الثانيه الصوديوم يقع في الدوره الثالثه والبوتاسيوم يقع في الدوره الرابعه وهنا المجموعات جميعهم يقعون في المجموعه الاولى استنتج في أي دورة في الجدول الدوري يقع عنصر الجاليوم الغاليوم أرجون ثمانية عشر فور إس تو ثري دي فور بي كأننا سنلغي الثري دي إذا يتبقى لدي فور إس تو فور بي فور فور إذا أين يقع؟ يقع عنصر الغاليوم الذي تكافؤه يقع عنصر الكال حسب الكترونات التكافؤ في المستوى الرابع، لأنه 4 s 2 4 5، إذا يكون في الدورة الرابعة. إلكترونات التكافؤ والعناصر الممثلة، لديك هذا الشكل في الكتاب المدرسي، يوضح شكل التمثيل النقط إلكترونات التكافؤ لمعظم العناصر الممثلة. لاحظ أنه هنا نقطة واحدة إذا هو يقع في المجموعة الأولى، نقطة واحدة في المجموعة الأولى، نقطة واحدة في المجموعة الأولى. ننتقل إلى البريليوم. النقطة الثانية إذا في المجموعة الثانية. البورون ثلاث نقاط في المجموعة الثالثة عشر أو تكتب أحيانا الثالثة، الكربون في الرابعة عشر أو الرابعة، النيتروجين في الخامسة عشر أو الخامسة، الأكسجين ست نقاط في السادسة عشر أو السادسة، والفلور في السابعة عشر أو السابعة، وكذلك المجموعة الثامنة أو الثامنة عشر وهي الغازات النبيلة نلاحظ أنه موجود عليها ثمان نقاط ما عدا الهيليوم. إذا لاحظ كيف يتغير عدد الكترونات التكافؤ من المجموعة الأخرى وكيف يتغير ضمن المجموعة الواحدة يتغير بالانتقال من مجموعة إلى أخرى ولكنه يبقى ثابت ضمن المجموعة الواحدة ماذا يقصد فيها؟ مثلا لاحظ في اثنين ثلاثة أربعة هنا في مثلا الليثيوم نقطة البريليوم نقطتان البورون ثلاثة الكربون أربعة هنا خمسة إذا يزيد ولاحظ أنه في المجموعة الواحدة يبقى كما هو مغنيسيوم اثنان، كالسيوم اثنان، سترانشيوم اثنان، باريوم اثنان، إذا يتغير بالانتقال من مجموعة إلى أخرى، من الأولى للثانية، من الثانية للثالثة، من الثالثة للرابعة، من الرابعة للخامسة يتغير، لكنه يبقى ضمن المجموعة الواحدة أنها في المجموعة الواحدة جميعها مثلا في الأولى نقطة واحدة. يساعد التمثيل النقطي على الربط بين رقم المجموعة وعدد الإلكترونات التكافؤ، كيف ذلك؟ في المجموعة الأولى الرقم واحد، الثانية اثنان، الثالثة ثلاثة، الرابعة عشر أو الرابعة أربعة خمسة ستة والسابعة ثم الثامنة هنا أيضا الهيليوم لدينا نقطتان طبعا هو من الغازات النبيلة ولكن عدده الذري اثنان عناصر الفئات لاحظ مع التوزيع بالنسبة لعناصر الفئات سبب عدم انتظام الجدول الدوري لاحظ هنا ارتفاعات ثم انخفاضات ثم ارتفاع مرة أخرى لا يوجد شكل منظم ومحدد للجدول الدوري ما سبب عدم انتظام شكل الجدول الدوري لأنه مقسم إلى أربعة فئات تمثل مستويات الطاقة الثانوية التي درسناها سابقا درسناها سابقا الاس والبي والدي والاف الاس قلنا يستوعب اثنان البي يستوعب ستة الدي يستوعب عشرة والاف يستوعب اربعة عشر اذا قسم الجدول الدوري إلى أربعة فئات اس بي دي اف حسب التوزيع الالكتروني للتكافؤ. ينقسم الجدول الدوري إلى أربعة فئات، قلنا هي الأس، لاحظ معي المجموعة الأولى والثانية في الجدول الدوري هذا هو اس. والمجموعة هنا من الثالثة عشر حتى الثامنة عشر فئة البي. من الثالثة إلى الثانية عشر فئة الدي، وفي الأسفل هنا فئة الاف. طبعاً هنا ننوه أن الأس يستوعب الكترونان، إذاً موجود لدي مجموعتان. البي يستوعب 6 الكترونات اذا يوجد 6 مجموعات 1 2 3 4 5 6 الدي يستوعب 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 والاف يستوعب 14 اذا هذه المجموعات 14 مجموعه هي فئه الاف اذا عدد الاعمده في الفئه يساوي عدد اكبر اكبر عدد من الالكترونات التي يمكن ان يتسع لها مستوى الطاقه الفرعي على حسب المستوى على حسب العدد الالكترونات هي توجد فيها المجموعات حسب عدد الالكترونات مثلا في الاس اثنان اذا مجموعتان في البي سته اذا سته مجموعات في الدي عشره اذا عشره مجموعات في الاف 14 عشر اذا اربعه مجموعه عناصر في اس هي عناصر المجموعة الأولى والثانية في الجدول الدوري بالإضافة إلى الهيليوم إذا تتكون من عناصر مجموعتين الأولى والثانية وعنصر الهيليوم طبعا قلنا ان المستوى اس يستوعب الكترونين اذا لدي مجموعتين تحتوي عناصر المجموعه الاولى على مستويات الاس شبه ممتلئه في الاولى وبالالكترون التكافؤ توزيع الكتروني اس1 بالنسبه للثانيه ممتلئه لان قلنا اكبر عدد من الاس يستوعب الى اذا في المجموعه الاولى الكترون التكافؤ اس1 في المجموعه الثانيه اس2 اذا في المجموعه الاولى شبه ممتلئه في المجموعه الثانيه ممتلئه تماما لأن مستويات الإس تتسل إلكترونيا على الأكثر فإن فئة الإس فقط تشتمل مجموعتين في الجدول الدوري وهي المجموعة الأولى والمجموعة الثانية تطبيق هيليوم هيدروجين هيليوم ليثيوم بريليوم صوديوم ومغنيسيوم لاحظ معي توزيع الإلكتروني للهيدروجين 1S1 الهيليوم 1S2 الليثيوم 1S2 2S1 والبريليوم 1S2 2S2 الصوديوم 1S2 2S2 2B6 3S1 والمغنيسيوم 1S2 2S2 2B6 3S2 هنا انتهت S S S S S S, S. جميعها S ولكن طبعا الفئة S قلنا ولكن رقم الدورة هنا في الهيدروجين واحد في الهيليوم واحد في الليثيوم اثنان 2S1 في البريليوم ايضا اثنان هذه رقم الدورة في الصوديوم ثلاثة وفي المغنيسيوم ثلاثة رقم المجموعة في الهيدروجين واحد الهيليوم نعرف أنه موجود في المجموعة رقم ثمانية عشر الليثيوم في الأولى والبريليوم في الثانية مجموعة الثانية والصوديوم في المجموعة الأولى والمغنيسيوم في المجموعة الثانية. إذا اتفقوا جميعهم على فئة الاس ولكن اختلفت رقم الدورة ورقم المجموعة حسب موقعه في الجدول الدوري. عناصر الفئة B يتم ملء المستوى بي بعد امتلاء المستوى اس وهذه حسب تطبيق القواعد الثلاثة في الجدول في التي درسناها سابقا مبدا فوباو مبدا باولي وقاعدة هوند. إذا هنا سنطبق لا املا المستوى B قبل ان اتأكد من المستوى اس انه امتلأ تشمل مجموعات من الثالثة عشر في الجدول الدوري حتى الثامنة عشر الثالثة أي أو نقول الثالثة عشر الأربعة أربعة عشر الخامسة خمسة عشر السادسة السادسة عشر السابعة سابعة عشر وهنا ممكن أن نقول الثامنة عشر لها مستويات فرعية ممتلئة كليا أو جزئيا بالكترونات التكافؤ ونحن نعرف أن البي يستوعب حتى ستة إلكترونات إذا نستطيع هنا أن مثلا نعبئ من بي1 أو بي2 أو بي3 على حسب العنصر. لا يوجد عناصر من الفئة بي في الدورة الأولى تبدأ من في الدورة الأولى. نتوقف هنا قليلا. لا توجد عناصر من الفئة بي في الدورة الأولى. الدورة الأولى فقط يوجد فيها الهيدروجين والهيليوم. إذا اس فقط. نبدأ من الدورة الثانية وهنا في مجموعة في فئة البي في عنصر البورون في الدوره الثانيه تمتد الى مدى ست مجموعات طبعا لان البي يستوعب الى سته الكترونات اذا بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 بي 5 وبي 6 هذا هو اخذناها سابقا اذا البي يستوعب إلى سته الكترونات آه لماذا لا يوجد عناصر من الفئة بي في الدوره الاولى في الجدول الدوري هذا درسناه سابقا ان عدد الكم الرئيسي n تساوي واحد لا يوجد فيه الا الاس. والمستوى الثاني من الـ n يوجد فيه اس وبي، إذا هنا لا يوجد بي، لا يوجد بي في المجموعة أو في المستوى الأول، لأن مستويات الـ B الثانوية لا توجد في مستوى الطاقة الرئيس الأول، لذلك يستوعب فقط الاس. من سبب تسمية المجموعات المجموعة الثامنة عشر بالغازات النبيلة؟ لاحظ معي امتلاء المدار الأخير 2s2 2b6، 3s2 3b6، 4s2 4b6، لا يوجد مجال للتفاعل. ذرات عناصرها مستقرة، لا تتفاعل كيميائيا، مستويات الطاقة الخارجية لها ممتلئة تماما، بالتالي هي مستقرة في بنائها الذري، إذا هنا لا تستطيع التفاعل مع المركبات الأخرى إلا نادر جدا. باستخدام ترميز الغاز النبيل كذلك نستطيع استخراج رقم الدورة والمجموعة والفئة أهل المدار لاحظ معي هنا في هذا الشكل لدينا استخدمت جميعها فيها الترميز الإلكتروني إذا هذا لا يعوقني عن معرفة أين يقع العنصر مثلا في الفلور يقع في الدورة الثانية في المجموعة السابعة في الكلور يقع في الدورة الثالثة في المجموعة السابعة كيف عرفت أنها في المجموعة السابعة؟ أقوم بجمع إلكترونات التكافؤ اثنان وخمسة يساوي سبعة أو ممكن أن نكتبها السابعة عشر نفس الشيء هنا اثنان وخمسة لا أنظر للثري دي فقط أنظر في المستوى الأخير وهو الفور إس والفور بي كذلك هنا لا أنظر للفور دي فقط أنظر للمستوى الأخير هنا كذلك لا أنظر إلى الفور إف والفايف دي فقط أنظر للمستوى الأخير ونلاحظ أنها جميعها يوجد لديها سبعة إلكترونات تكافؤ إذا هي تقع في المجموعة السابعة أو السابعة عشر طبعا الدورات ستختلف هنا اثنان الدورة الثانية الدورة الثالثة الدورة الرابعة الدورة الخامسة والدورة السادسة تطبيق بورون كربون نيتروجين أكسجين فسفور وكلور لاحظ معي في البورون 1s2 2s2 2b1 الكربون 2b2 النيتروجين 2B3 2S2 2B2 2S2 2B3 في الأكسجين 2S2 2B4 لاحظ معي في الفوسفور 3S2 3B3 والكلور 3S2 3B5 إذا انتهت بالبي بي 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 إذا يشتركون في أن الفئة هي بي لكن رقم الدورة هنا في البورون الثانية كربون الثانية، نيتروجين واكسجين ايضا الثانية. بالنسبة للفسفور والكلور في الدورة الثالثة. اوكي، الآن الرقم المجموعة. رقم المجموعة لاحظ معي سأقوم بالجمع اثنان وواحد وجميعهم في المستوى الثاني تو أس تو إذا في الثالثة أو نقول في الثالثة عشر. هنا في الكربون تو اس تو تو بي تو جميعهم في الدورة الثانية سأقوم بالجمع الكترونات اثنان واثنان الرابعة إذا ابحث في الجدول الدوري عن عنصر الكربون هل يقع في الدورة في الدورة الثانية في المجموعة الرابعة عشر أو نسميها الرابعة أم لا ستجدوها أنه نعم بالنسبة للنيتروجين في الدورة الثانية في الدورة الثانية ولكن اجمع الكترونات التكافؤ اثنان وثلاثة يساوي الخامسة أو يطلق عليها الخامسة عشر الأكسجين في الدورة الثانية اثنان وأربعة إلكترونات التكافؤ مجموعهم ستة أو السادسة عشر بالنسبة للفسفور المدار الأخير 3 s 2 3 بي 3 3 وإثنان 5 والخامسة 15 ولكن رقم الدورة هو الثالثة إذا سيختلف عن الأكسجين ستجده أسفل الأكسجين بالنسبة بالنسبة للكلور السابعة عشر 3S2 3B5 أيضا يقع في الدورة الثالثة في المجموعة السابعة عشر عناصر الفئة D الفئة D نستخدمها عند امتلاء 4S2 ونحن قلنا أن 3D أعلى طاقة حسب مبدأ أفوباو من 4S لاحظ معي بالنسبة للسكانديوم رقم 21 تيتانيوم 22 كوبالت 27 نيكل 28 والنحاس 29 والزنك 30 او يطلق عليه الخارصين لاحظ معي طبعا سنستخدم الارجون في جميع لانهم يقعون في دوره واحده كلهم في الدوره الرابعه ولكن سيختلف معي الدي هنا 4s2 كلهم 4s2 لكن الدي 3d1 3d2 3d7 3d8 3d9 3d10 إذا عندما انتقل خلال الدورة الواحدة سيتم زيادة الدي وزيادة الإلكترونات الموجودة في الدي، تتم تعبئة مستوي مستوى الدي خلال الدورة الواحدة، إذًا سيزيد من عنصر إلى عنصر آخر، طبعًا قلنا أن الدي يستوعب إلى عشرة الكترونات، ونلاحظ هنا في الزنك أن الدي ممتلئ تمامًا، إذًا هنا آخر مدى آخر مدى للدي وهو العشرة. فئة الدي تحتوي على الفلزات الانتقالية وهي أكبر الفئات تتميز بامتلاء كل المستوى الفرعي S من مستوى الطاقة N تتميز بامتلاء جزئي أو كل المستوى الدي قلنا من واحد إلى عشرة من مستوى الطاقة N مثال على ذلك 4S2 3D8 حسب مبدأ أفوباوي يتم تعبئة المستوى الأقل طاقة وهو الـ 4S لذا يمتلئ مستوى 4S قبل المستوى 3D حسب مبدأ أفوباوي تمتد كذلك على مدى عشرة مجموعات في الجدول الدوري لاتساع مستويات الدي الفرعية الخمسة لعشرة إلكترونات حسب الخطوات السابقة في الدروس الماضية اربط فيما بينها ودرس اليوم ننتقل إلى عناصر الفئة الأف وهي الموجودة في أسفل الجدول الدوري تحتوي 14 عشر 14 إلكترون إذا 14 مجموعة، إذا هي عناصر الفلزات الانتقالية الداخلية تتميز بامتلاء مستوى S الخارجي أو امتلاء أو شبه امتلاء أو امتلاء المستويات 4F اف وال 5F، اف. طبعا هنا في المدار هنا 4F وهنا 5F. تطبيق هذا لدينا التوزيع الإلكتروني الشامل لجميع العناصر 1S2 2S2 2B6 3S2 3B6 4S2 3D10 4B6 5s2 4d10 5b6 4s2 4f14 لاحظ معي مثال عنصر اللانثانيوم او اللانثانيوم لاحظ معي عنصر اللانثانيوم اين يقع يقع هنا ساستخدم الترميز الغاز النبيل من الغاز النبيل الذي يسبقه من الغاز النبيل الذي يسبقه هو الزين 54 لاحظ انه الزين يوجد في المجموعه الخامسه في الدوره الخامسه عفوا والاثنين يقع في الدوره السادسه اذا التوزيع الالكتروني لل2 57 ساستخدم الزينو 54 يتبقى لدي من ال57 كم ثلاثه قلنا يقع في الدوره السادسه اذا 6s2 حسب التوزيع الموجود ماذا بعد ال6s2 4f كم يتبقى من ال57 واحد إذا توزيع الكتروني زينون 54 6 اس 2 4 اف 1. أيضا يستوعب المستوى المستوى اف 14 الكترون، لذلك يوجد 14 مجموعة. إذا هنا لدينا سبع مستويات فرعية، لذا تمتد فئة الاف على مدى 14 عمود في الجدول الدوري، موجودة في أسفل الجدول الدوري. إذا لأنها تستوعب 14 الكترون. تحدد الفئات الاس والبي والدي والاف شكل الجدول الدوري كلما انتقلنا الى اسفل لاحظ معي تزداد 1s 2s 3s 4s 5s كلما نزلت الى الاسفل ستزداد المستويات الطاقه الرئيسيه يزداد عدد المستويات الفرعيه كذلك التي تستوعبها ايضا بالنسبه B الـ الـ ال ال فئه البي 2b 3b 4b 5b طبعا كلما نزلت الى اسفل ستزداد عدد المستويات الرئيسيه ستزداد بعد ذلك الالكترونات المحتويه لديها ومحتويه عليها ايضا بالنسبه لفئه الدي 3D 4D 5D 6D وايضا لفئه الاف 4F و 5F لاحظ في كل دوره ما هي المستويات الثانويه التي تحويها لاحظ ما الذي تحويها بالنسبه للمجموعه الاولى حسب التوزيع الاول الذي اخذناه سابقا فقط يوجد فيها الاس وهو الهيدروجين والهيليوم المجموعه الثانيه او المستوى عفوا الان المستوى رقم 2 يستوعب اس وبي، لاحظ انه هنا الاس و في المستوى في المستوى الرئيسي الثالث وهو آه وهو المستوى الثالث يستوعب الاس والبي والدي، لاحظ انه هنا اس وبي ودي. بالنسبة للمستوى الرابع قلنا انه يقع في المجموعة السادسة والسابعة كذلك، لاحظ انه يستوعب الاف معها اذا اس وبي ودي واف. التقويم، حدد دون الرجوع إلى الجدول الدوري المجموعة والدورة والفئة التي تنتمي إليها ذرات العناصر ذات التوزيع الإلكتروني التالي نيون 3S2 هيليوم 2S2 وكريبتون 5S2 هذه هي العناصر. العنصر الأول يقع في المجموعة الثانية، الدورة الثالثة، اذهب إلى الجدول الدوري واكتشف ما هو هذا العنصر واكتبه بجانبه. هنا ايضا الهيليوم يقع في المجموعه الثانيه الدوره الثانيه هو الفئه اس اذا المجموعه الثانيه والدوره الثانيه والفئه اس بالنسبه للسي كريبتون 5 s 2 اذا يقع في الدوره الخامسه والفئه اس والمجموعه الثانيه فاذهب الى الجدول الدوري واكتشف ما هو هذا العنصر ولكن هنا السؤال فقط طلب حدد المجموعة والدور هو الفئة ولكن اذهب واكتشف ما هو هذا العنصر بالرجوع إلى الجدول الدوري مررنا الكيميائي للعناصر التي لها التوزيعات الإلكترونية التالية S2 D1 D1 إذا في المجموعة الثالثة S2 B3 B3 B1 هنا B2 إذا B3 في المجموعة الخامسة عشر S2 B6 B6 هنا فئة البي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذا بي 6 وهي المجموعة الثامنة عشر. اكتب توزيع الكتروني لكل من عنصر في المجموعة الثانية والدورة الرابعة. هذا هو الكالسيوم. عنصر في المجموعة الثانية عشر والدورة الرابعة هو الزنك. غاز نبيل في الدورة الخامسة هو الزينون. عنصر في المجموعة السادسة عشر والدورة الثانية هو الأكسجين. فاكتب التوزيع الإلكتروني لهذه العناصر بعد أن قمنا بتحديدها هذا هو التوزيع الإلكتروني للعنصر الأول هنا الثاني وهنا الثالث وهنا الرابع إذا ماذا تعلمنا؟ تعلمنا ترتيب العناصر وفق التوزيع الإلكتروني إلكترونات التكافؤ إلكترونات التكافؤ والدورات عناصر الفئات ثم ختمنا بالخلاصة والتقويم ستقوم بحل سؤال منزلي لديك هذا السؤال حدد هذه العناصر واكتب التوزيع الإلكتروني لها وفئتها إلى هنا طلابي نصل إلى درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته